رجل عراقي يتحدث عن فساد السياسيين وخداعهم للشعب العراقي قبيل الانتخابات. كما ستلاحظون في هذا المقطع، هو استخدم أسلوبا ساخرا في التعبير عن غضبه من السياسيين، فلنشاهد. بكم أنا راح أسوي شارع وراح أسوي تصفية. جتنا وحدة قالت يا أهل الموظفين يردون حراس، قلت لها أنا سجلت حارس. قالت يا يردون بالنفط، يعني يشربون عليكم؟ قلت لا صداقة، شنو الممسوخين؟ قايل ممروصين طايحهم من أولهم التاليهم من رئيس جمهورية والمحافظة. لا وحق العباس ولا واحد بهم شريف. ايش سووا انه؟ قالت يا يريد شرطة، قلت لها أنا سجلت شرطة. يا يريد جندي، أنا سجلت جندي. قالوا شاتة كلها، قلت لهم يا هل يطلع عثمان وياه؟ لا أبو علي ولا مشحاتة، لا جندي ولا شرطة، شلع قفض. ولا الماي ولا التبليط. اي انا واحد قال وين اذب التبليط؟ قلنا له عمو هنا ذبين من المضيف. قال السيارات راح نيب. راح نيب السيارات. وينهن؟ قال بس انتخبوني ذن هالمواجفات بالشارع. انتخبنا. راح لا السيارات مقلوبات يقولون بالشط. وعندنا واحد حافي مشقوق بنطلونه قال شنو هذا؟ قلنا له فقير. ها مولاي، قال والله امشي على الفقره. على الفقره تبكي ايانا الخير. طلع واحد بالبرلمان ما ادري وين، هاي بالحكومه هسه. الله اكبر الله. قلت له مسك وقاموا يكبلوا ربعنا. قال 44 ماده بالبطاقه التموينيه صدام حارم الشعب منهم. جا قلت له انت ايش كثر تعطينا 100؟ النوم ال 44 ولا ولد. لا ابو علي ولا مش عارف. والعمامه هاي شاندها. وابتلينا هذا المزي شارب انتخبه ممروس. انتخب المربي لحيه ممسوخ وكاولي. انتخب العفطي ابتلينا بلوى طاحت علينا طرقعه ما ادري منين ما منين يونا. والله ابتلانا بيهم بلوى ويعلهم ان شاء الله ناخي علي بن ابي طالب بعوائلهم وبعمارهم. امين.